بحب الشاي بالحليب كتير ودايماً بعمله بالبيت، قال مفيد كتير. على كل حال هلأ رح نفتح حساب مشترك بالبنك ورح نتابع كل الأرباح والمصاريف. بعرف سراب، هي مو أول مرة بشتغل هذا الشغل. إيه يعني خليني قلك، هدول شو عم يعملوا هون؟ شو هدول؟ الكروت تبعي؟ هلأ قليلين الذوق، كابينهم بزبالة. مو مشكلة، منطبع كروت جديدة وأحلى من هدول كمان. طبعاً منطبع كروت جديدة ومنكتب عليهم أسماءنا نحن التنتين. لا، كل وحدة بتطبع باسمها، أصلاً ومعارفنا مختلفين، بالأخير نحن بس شركاء على الورق مو أكتر من هيك. مثل ما بدك. طيب رح أقوم أتمشى بالمطعم، أنتوا قعدوا أحكوا كشريكتين. ليكي سراب، يعني كل اللي صار بيناتنا من قبل كان بشع كتير، بعترف بهالشي، بس زعلت من اللي عملوه فيكي مبارح. زعلتي مو؟ سمرة عم تتمسخري علي؟ ليش زعلتي؟ أصلاً كل اللي صار مبارح كان بسببك، ما كفاكي اللي عملتيه فيني، نزعتي علاقتي بجينك وما اكتفيتي، حطيتي مرت عمي قدامك وصرتي تستفزيها كمان. ليش ما حدا عم يفهم منكم؟ أو ما بدكم تفهموا؟ باللي عملته نهيت المسخرة اللي كانت عم تصير معنا. مزبوط، لو ما عملت هيك كنا لهلأ لسه عم نحكي عن الأسهم، ولا تنسي إني خاطرت بحالي وسكرت الموضوع سراب. تصالحتي مع حماتي وتصالحتي مع ابني، لو ما حكيت كنتي لهلأ أكل هم. ومع كل الشغلات المنيحة اللي عملتها، لو حدا غيرك ضاربني الكف سراب ما كنت اطلعت بوشه، بس ما كنتي بوعي. يلا منيح اللي أمك خلتك توعي. سمرة، كنتي بتستاهلي هالكف. وانتي كمان، ما قلتلي منيح اللي امك خلتك توعي.